السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنصبح ونمسي عليكم أحلى صباح في الدنيا وعلى كل متابعين القناة. والنهاردة هنفتح على الزمالك عند محمود عمر وشوية زمالك مربينهم، وهنوريكم هنفتح لهم ازاي. هي ثالث فتحة ولا رابع فتحة هنفتحناها وهنفرجكم سوا. ما تنسوش تدوا لايك للفيديو. يلا بينا. معانا المعلم محمود عمر والموشة والمعلم محمود. يا جدعان ايه الصرع النت اهو لسه الزغاليه. يا جدعان بالصرع النبي اهو دي رابع فتحه ولا خامس فتحه. كنا نصورهم بس والله ما كنا فاضيين. ما شاء الله امت لموا بعض. كان نفسي الواحد فاضي والله. واحنا بنوريكم نعمل نفتح لهم ازاي اهو. ما شاء الله هيفردوا ازاي. الزغلول لما بيبقى لامم بعضه ويرجع يتفرد تاني دي حاجة حلوة، ما تخافوش يعني منه. يعني الزغلول لما الزغلول بتلم بعضها ما تخافش، كل طول ما هي متبعترة ما تخافش برضه. هم لموا بعض وشوية همت وشوية تاني ركبوا السما هناك اهو. ما شاء الله اهو باينين كده اهو. شوية تانيين همت اهو مشوا بعيد خالص اهو. مش وترنين اهو. ما شاء الله الزغلول ما تفعكيش. المفروض بقى هم تفتح للزغلول فتحة واحدة بس، تفتح للزغلول فتحة واحدة. شو بعيد خالص اصلا، في شوية خطف في وشهم وخشوا بعيد. ربنا يستر بقى وما يدعوش. اللي باينين اهو باينين اهو جايين ينزلوا هما. عمال اقرب الكاميرا خالص اهو. كم واحد اهو؟ وفي حوالي يجي سبعة ولا ستة. مشوا بعيد خالص. ربنا يستر بقى وما يدعوش. بس مش هيدعوا بإذن الله. حمام شبعان ازاي انت بقى؟ مشوا بعيد خالص. ايه ما شاء الله والله. اني كنت كان نفسي اصور وهم واحنا لسه بنبعتروا. ما هم اللي قال لك هخليهم فتحه واحده عشان يلموا بعض. ما هم عايزين بقى فتحه، بس فتحه عشان يلموا بعض. عايزين اخر النهار في شويه زغلول برضو تانيين نفتح لهم معاكم تحت، بس لسه صغيرين دوم اللي هم كبار شويه هم. هنوقف الفيديو بقى على بال ما يجوا التانيين. شوفوا هما فين حد. لا يا جدع يعني هنوقف الفيديو لحد المغرب. هما تقوم هما اهو اهو باينين كده هيشدوا تاني. لا ولاد وسخ اهو. مشوا تاني والله يوم يا عم. السلام على النبي عليك. دمت اللي هنا امت والتانيين اللي شفتهم سافروا تاني جايين امت. ما
ما تصفر له مش يا محمود. الاحمر وظل مقطوع. هقوم قوم امك. هم الأربعة ضمة اللي كانوا خدوا مع بعض ومشوا. والحمد مثلا عشان يلم بعضه بقى عايز آخر النهار. كل يوم آخر النهار يتفتح لهم مع بعض. هم قوم لما أمت مع بعض. عايزين آخر النهار يوم ماشي. أسبوع بس. كل يوم آخر النهار نص ساعة ولا ربع ساعة. لسه في حام طير؟ استرد اللي بسحنا؟ الخشبة ديت عشان الزغلوة صغير يطلع يقف عليها اللوح، احنا بنقوم حاطين اللوح كده واللوح قدام الرف عشان هو صغير لما يجي مثلا يرفرف ما يمشي واقع، يقوم طالع واقف على اللوح هنا او اللوح هنا يبقى قرب المسافة عليه. هما تلموا بعض ازاي؟ ما شاء الله. هما عايزين واحدة واحدة هيمشوا على طول. الشوية اللي بيسيبوهم الخمسة اللي سابوهم ومشوا ورجعوا تاني. الزغلول لازم تبدأ على مخه وهو صغير عشان ما حدش يمسكه ما يبقاش زغلول هفا. كلمتين حلوين في حق الحمام والله. زغاليل زغارة والله يا جدعان. دي خمس نشا ليهم او ستة نشا فرشة ليهم. كانوا بعطر الاول ولموا بعضهم ما شاء الله. قوم امك. بقالهم يجي 8 دقايق طايرين ولا 10 دقايق على فكرة. احنا بس اللي بنقطع الفيديو عشان ما يبقاش طويل. جايين نطبعوا ازاي؟ هنزل اصورهم له وهم بيطبعوا. جايين امك من بعيد. ودي شوية بدون ما دي زغل لسه صغيرة بيتبعطروا برضو. هيحطوا هما طبعا كده ماشي. مست اللوح اللي هما مثلا الحمام بيجي ينطبق عليه ما شاء الله. هينزل امه. هم مش عايزين يحطوا على فكره. ليه عشان مش احنا عايزين ترى لعب بسحن مش جمعين مش كرزلات. احنا اللي ننزل لهم كمان يعني احنا طلعنا زغلول عشان ينزل. دي ترى لعب بسحن ودي الزغليل الجمعيات ديت من عند اخويا حبيبي طابو علي فرسكور احلى رجال في الجمع. يا جدعان
كنا مطلعين شويه بول بس ربنا افتكرهم. يلا الحمد لله جت على قد كده. صوت كده خلصنا الفيديو عشان انا ما نطولش عليكم لسه الحمام طايق، ولو حد محتاج اي حاجه اكتب لنا تحت احنا